في مثل هذه المواقف يتذكر أهالي الشهداء نصيرهم الراحل ياسر عرفات، فبعد أن كان يخصص كل ما يستطيع لهم يحصل الآن النقيض، فلا رواتب لهم كما المعتاد ليصبح حالهم يرثى له، ويشرعون منذ حرب 2014 على غزة بمناشدة الرئيس محمود عباس بضرورة صرف رواتب لهم. احنا 4 سنوات واحنا نايمين على أرصفة الشوارع بدناش سيادة الرئيس. يا سيادة الرئيس، احنا ابناء الشهداء امانة في رقبتك. امبارح بقيت على التلفزيون تقول لو اخر فلس لعوائل الشهداء لازم يصرف. احنا اليوم بنتوجه رسالة كمان لسيادة الرئيس، بنقول له احنا من ضمن اخر فلس ولا فيش لنا فلس. مناشدات كان الامل بالاستجابة لها، لكن الاجراءات الجديدة طالت من كانوا على قوام مؤسسة الشهداء والجرحى منذ عام 2006، ليتم استبدال اسمائهم في بعثة الحج لهذا العام باسماء اخرى كما يروون. ومن السنة اللي فاتت قالوا لنا انه الدار هالسنة هذه ل 30/4 بدهم ياخذوا الحجاج، واخذوا منا مصاري وكل حاجة، يعني قالوا للاستاذ واخذوا منا مصاري وختموا جوازاتنا، ليش يستبدلوا جوازاتنا بجوازات غيرنا؟ فعدم اعتماد شهداء حرب 2014 واستبدال حجيج بيت الله الحرام من مكرومة أهالي الشهداء أفعال يرى الكثيرون أن هدفها تركيع أسر الشهداء والجرحى. هناك مناشدات من أكثر من 4 سنوات ونحن نناشد القيادة الفلسطينية ونقول يجب عليكم عدم التمييز بين أسر الشهداء، ولكن الواضح هنا بأن هناك من يريد من هذه الأسر أن من يريد يعني هناك من يريد لهذه الأسر أن تجلس أمام المؤسسات والطالب بحقوقها. كل هذه الهتافات تعبر عن مدى سخط المتظاهرين على السياسة المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية بحق الشهداء وذويهم. إذن هو اعتصام جديد، ولكن هذه المرة لأهالي الشهداء، فهم أيضا قد طالتهم سياط العقوبات من السلطة الفلسطينية المفروضة على القطاع منذ أكثر من عام ونصف. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.